انسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن تصميم وانشاء رسومات جديدة. هنتكلم عن مجموعة من الرسومات ازاي بعدل فيها. اول حاجة ازاي انشئ ملف صورة جديد. اول حاجة من قائمة فايل اختار نيو، يطلع عندي الشاشة دي. الشاشة دي فيها حاجتين، لو قال لك باستخدام القوالب الجاهزة يبقى اختار تمبلت واختار اي ابعاد من اللي موجودة المكتوبة او مطلوبة منك. لو قال لك بشكل مانيوال بابعاد مش موجودة في التمبلت، انت هتبدأ تكتب هنا في الويتس عرض الصورة كام وفي الهاي ارتفاع الصورة كام. غالبا بتكون تمبلت وبنختار 800x600. عندي هنا Advanced Option، دي خيارات إضافية. عندي فيها الـ X Resolution والـ Y Resolution، دي بيبقى فيها الدقة بتاعة الصور، Resolution ودقة الصور. ملهاش تأثير على أبعاد الصورة بتاعتك، دي دقة الصورة أثناء الطباعة. يبقى Resolution دقة الصورة أثناء الطباعة، جودة الصورة أثناء الطباعة. الكالر سبيس وبيحدد الوضع اللوني للصورة. عندي حاجتين RGB وعندي جراي سكيل. عندي RGB ده بستخدم الألوان الأحمر والأخضر والأزرق، جراي سكيل وهو بيبقى بستخدم الألوان الأبيض والأسود والتدرج اللوني اللي بينهم. بنخليها إن هي وضع ملون. عندي الفول ويز، انت عايز الصورة بتاعتك يحصل لها تعبئة بالفول جراوند، باللون الامامي. فول جراوند يعني اللون الامامي اللي هو مثلا الاسود هنا، باك جراوند يبقى اللون الخلفي اللي هو عندي هنا ابيض. عندي وايت يعني ابيض، ترانسبيرنس يعني شفاف. فانت عايز الصورة بتاعتك تبقى شفافة ولا بلون اساسي اللي هو الابيض، ولا باللون اللي انت بتختاره موجود مثلا في الباك جراوند، ولا اللون اللي انت اخترته موجود في الفور جراوند اللون الامامي. بتختار اللي انت عايزه، مثلا نخليه الباك جراوند. بعد كده هدوس اوك. تم انشاء الصورة بالابعاد اللي انت محددها. طيب في الامتحان مثلا يقول لك انشاء صورة خلفيتها لون اخضر، يبقى اول حاجة هغير هنا اللون، اختار اللون الاخضر وادوس اوك. بعد كده فايل نيو تمبليت، اختار اللي انا عايزاه وادفانسد اوبشن. اللون الاخضر احنا حاطينه فوق جراوند ولا باك جراوند، امامي ولا خلفي امامي، يبقى نختار فوق جراوند واضغط اوك. قلنا دي بتبان عليها نوافذ الصور، دي اول حاجة عملناها ودي التانية. تمام. طيب دي اول خطوة عندي. هناخد مع بعض ازاي ارسم شكل او حرف باستخدام ادوات التحديد. اول حاجة هستخدم الاداة دي، الاداة دي من ادوات التحديد اسمها الفري سيلكت او اللاسو. ازاي ارسم بيها حرف؟ اول حاجة اضغط عليها اختارها. قلنا من اساسيات الأداة دي إن أنت أول نقطة بتبدأ عندها لازم تنهي عندها. هعمل مثلا حرف الـ E. طبعا لازم الحرف عندي يبقى مجوف. لازم أرجع لأول نقطة عندها. طيب أنا عملت حرف الـ E. طيب لو طالب مني إن أنا أعمل حرفين في الرسم، عندك طريقتين. لا تسيب التحديد ده موجود وتعمل الحرف التاني وهو موجود، لا تخلص ده وتبدأ تمسك الفري سيلكت تاني وتبدأ ترسم تاني. فاحنا بنفضل ان انت خلاص خلصته بتدوس على الأداة دي عشان تحفظ التحديد اللي لسه موجود فترسم ده معاه. بضغط على Add to the current select وابدأ ارسم الحرف التاني. مثلا قلنا حرف T، لازم ارجع عند اخر نقطة عملتها. تمام.
بعد كده هيقول لك لونهم باللون الأصفر. أبدأ أغير اللون بتاعي، أدوس أوك وأجيب الباكيت فيل وأبدأ ألون وأعمل سيلكت. نعم كده أنا رسمت الحروف اللي هو طلبها مني. تاني حاجة عندي إن أنا أعمل شكل بس بحدود عريضة شوي. هعملها إزاي؟ أول حاجة أشوف الألوان اللي طالب الحدود دي بالأحمر. أول حاجة أغير اللون للون الأحمر، وأدوس أوكي، وأجيب الشكل البيضاوي اللي هو عايزه وأرسم، ومن قائمة إديت أختار ستروك سيلكشن وأختار البعد اللي هو هيقول لي عليه. هيقول لك مثلا خلي العرض بتاع اللاين الخط مثلا 8، هعمل 8 وأعمل ستروك، فحدودها بقت غليظة شوية. بعد كده بشوف اللون الداخلي مثلا اللون الأزرق، أدوس أوك وأعمل باكيت فيل وأبدأ ألون هنا. طيب في طريقة للتلوين تاني؟ من قائمة edit وبختار fill with FG color يعني foreground اللون الأمامي، اللون الأزرق احنا حاطينه في اللون الأمامي، أضغط عليه، شيل التحديد من select none، وبكده يبقى أنا عملت الرسمة التانية. آخر رسمة عندي المفروض بنرسم شكل دمية دبدوب يعني. طيب هرسمه ازاي ده؟ استخدم أداة الإليبس تول، بعد يبقى أدوس على الأداة add to the current select وأرسم الراس وأرسم معاها رجلين وأرسم العيون. العيون الداخلية دي مش هتظبط مع بعض، فلازم أدوس على الأداة دي، الأداة دي اسمها Subtract for the current select، بتخلي الحدود الداخلية في الرسمة تبقى موجودة مع بعض. نرسم بطنه هنا وبعد كده نرسم الودان وبعد كده هشوف هلونه باللون الأصفر مثلا، أدوس أوك وباكيت فيل وأبدأ أنا هخليها أبيض، فهشيل بس التحديد أولا سلكت نان وأبدأ ألون الأجزاء الناقصة. وبكده يبقى أنا رسمت الدمية والشكل حدود غليظة ورسمت الحروف باستخدام أدوات التحديد الإليبس تول والفري سيلكت. هناخد دلوقتي إزاي أحفظ الصورة بامتداد البرنامج بكل الطبقات بكل الحاجات اللي فيه. تمام، من قائمة فايل اختار سيف وابدأ اختار المكان اللي هحط فيه الصورة، بعد كده اختار سيف الامتداد اللي هيطلع بيه الملف امتداد XCF، وده امتداد برنامج الجيم اللي بيبقى فيه القنوات والشفافيات والطبقات وكل التعديلات اللي انا عملتها. مش هيطلع الصورة نفسها، هيطلع المشروع نفسه، اما الصورة نفسها ليها طريقة حفظ تاني. يبقى من قائمة فايل بختار سيف وبيطلع لي الامتداد بتاع البرنامج XCF، هعمل سيف لو عايزين نصدر الصورة نفسها. من قائمة فايل هعمل export وأعمل لها export من
ده ملف الجنب بتاعي اللي انا عملته مقدمة فايل، عملت له سيف بامتداد XCF، ودي الصورة اللي انا عدلت عليها.